السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبيبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة هنعمل فيها صينية البطاطس بدبابيس الفراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة. لو أول مرة تشوفوا القناة فادعوا ليس أمرا لايك وشير سبسكرايب القناة، فعلوا الجرس ودوسوا الكل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا دي إزاي. أنا بجيب بولة كده، بنزل بمعلقه كبيره من المستردة. طبعا التتبيله دي بتخلي معانا الدبابيس حلوه قوي، ويا ريت تعمليها وتسيبيها في الثلاجه ليله كامله، بيبقى طعمها تحفه وبتشرب كده من التتبيله. حطيت معلقه كبيره من المستردة، معلقه كبيره من الباربيكيو، ومعلقه كبيره من الصويا صوص، وحطينا معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الليمون، وحطيت حوالي معلقتين كبار من الزيت. يبقى معلقتين من الخل، معلقتين من الزيت، معلقتين من الليمون، معلقتين كبار من عصير الليمون، وحطيت معلقه كبيره من الثوم المهروس، ومعلقه كبيره من الهريسه بتاعه الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. ومعانا التوابل هنا، معانا ملح وفلفل وكزبره، ومعانا جنزبيل، ومعانا بهارات الفراخ، ومعانا كمان البابريكا اللي هي المدخنه. ما عندكيش البابريكا المدخنه حطي العاديه خالص. اخلطي بقى كله مع بعض كده وظبطي الملح بتاعك، وخلي بالك ان احنا حاطين صويا صوص ما تكتريش. بصوا بقى الدبابيس بعد ما غسلناها وحطيناها كده في محلول النقع طلعت معانا بيضه وزي القشطه. بشيل الجلد كده واروح مفتحه اللحم، ما تفتحيش الجلد، فتحي اللحم بس. حطي بقى الدبابيس في التتبيله زي ما قلت لحضرتك، اقل حاجه ساعتين، ولو قبليها بليله كامله كمان هتاكلي احلى دبابيس ممكن تاكليها. هنا بقى خلطت كله مع بعض كده واسيبها بقى على جنب، واخد شويه من التتبيله دي نشوف هنعمل بيها ايه. انا جبت كده البايركس بتاعي او اي صينيه عندك، وبقطع البطاطس بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. هنزل كده بالبطاطس كلها في الصينيه، وعندي جزر مقطعه حلقات، وكمان اي خضار بقى عندي. كان عندي هنا بصله كبيره مقطعاها جوليان، وكمان فلفل الوان. ما عندكيش الا فلفل اخضر بس ماشي، ما عندكيش فلفل برده ماشي، بس هو الفلفل بيدي طعم لصينيه البطاطس. معروف ان صينيه البطاطس يعني فلفل اخضر رومي، عندك فلفل الوان زياده الخير خيرين. يا حطيت بطاطس، حطيت جزر، حطيت فلفل الوان، حطيت بصل، ولو عندي كوسه اي خضار حابه تحطيه في الصينيه دي حطيه، انت كده بتزودي القيمه الغذائيه. ما عندكيش ما فيهاش مشاكل. جبت شويه من التتبيله اللي انا كنت حايشاهم من الدبابيس قبل ما احط فيها الدبابيس، نزلت بيها كده واخلطي كله مع بعضه كده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ظبطتي الملح، وخلي بالك الصويا صوص بتبقى مالحه. بعد ما خلطت كده المكونات كلها مع بعض، البطاطس مع البصل مع الجزر زي ما حضراتكم شايفين كده، هرص بقى الدبابيس بتاعتي بالطريقه اللي انت عايزاها. وممكن بدل الدبابيس لو عندك اوراق حطيها، عندك فرخه ومقطعاها برده بتحطيها، استبدلي اللي انت عايزاه مكان الدبابيس. بس انا اللي كان موجود عندي الدبابيس فعشان كده عملتها بيها. هنزل ببقيه التتبيله بتاعه الدبابيس كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا التتبيله فيها زيت وفيها كل حاجه. ورقه الزبده بكرمشها بايديا كده زي ما اتفقت معاكم عشان تبقى سهله عليا في الفرد. وبعد كده احط الفويل الفرن ساخن مسبقا على رف اوسط، بتقعد حوالي ساعه ونص بالظبط بتطلعي البطاطس والفراخ مستويه وزي الفل. ممكن تحطيها على ارضيه الفرن لمده نص ساعه، وبعد كده بتطلعيها ساعه في الرف الاوسط. ادي الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت اللهم بارك. ممكن تشيلي الفول وتحطيها تحت الشوايه، ومعانا كمان الخيار المخلل، وعملنا الرز الابيض. وجبه كانت في منتهى الجمال. بكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم، استفدتوا بمعلومه صغيره. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.